فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو. بصي ننتظر البدايه، ننتظر انطلاقه الحوار، ننتظر المتعه، ننتظر الفرجه، وننتظر الريتم يليق بقمه هذه القمه وهذا الامسيه الكرويه الجميله ومدينه طنجه. تنطلق المباراه لتنطلق مع التطلعات والامال والانتظارات من جانب منصار الطرفين، لمن ستختبر اليوم في ظل رغبه الرجاء كذلك للوصول لشباك الراسيه، محاوله خطيره. البداية وهي بداية من جانب عناصر الرجاء الرياضي، فرصة كان بإمكانها أن تحمل الخبر السار لأنصار الرجاء الرياضي من جانب من جانب اللاعب فابريس نجوما. المرة الأولى وهذه الثانية البحث عن التسديد والضغط الرجاوي مع بداية المقابلة. قلت لكم فأت لكن من بكر بدلاء اليوم يدخل إلى جانب محسن متولي في خط وسط مدى الفريق الرجاء الرياضي. تمشي الكرة ملعوبة، البحث عن التسديد لفائدة اليغتاي. شوف التيكي طاقة طنجاوية، محاولة جميلة، تسديد جميل جميل هذا البناء. نجوم من جانب اتحاد طنجه، يعني خذوا هات بلقطه رائعه. شوفنا شوف هذه تحضر تيكي تاكا الطنجاوي، يقود عبد الغاري معاوي وكذلك يوسف كوناتي الحاجي، سددها بين يدي الحارس انس الزيت. يتبكر من يسعد انصار الرجاء الرياضي الذين تنقلوا بهذه الصوره لكم. قلت الغني عن قلت عليك لما هذا الوفاء وهذا الحضور. اليوم مدينة طنجة تعيش عرس رياضي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، فيما إن شاء الله أن يترجم ذلك على رقعة المراوغة. يمشي متولي، يتوغل متولي، هذه عرضية وحول البحث عن الراسية رائع بين مالوكو، رائع التدخل من هشام المجيد، لكن الحكم يعلن عن خطأ لفائدة فريق اليغتاي في اللقطة الأخيرة. يعني سيحتاطون كثيرا من تحركات بين مالوكو، سيبحثون من اجل ايقاف مد وهجمات بين مالونكو. لاحظنا العرضيه وراسيه بين مالونكو، هنا الانسلال من طرف محسن متولي، اعطى العرضيه بهذا الشكل على المقص بالفعل. الخطأ موجود في اللقطه الاخيره، لكن شوف اللقطه الاجمل هي رده فعل هشام المشعل. شوف رده فعل هشام، التلفيت سيكون من عبد الله الحافظ. الحافظ يختار تمرير الكره بهذا الشكل، مقوس البعث عن الراسيه، البعث عن بدر بانون. المتابعة من هشام المجد في الوقت المناسب، يعني كانت المقسن قوما افتكاك الكرة بطريقة شميلة من فابريس، مشات للحافظ يسدد. فكرة ذكية من عبد الله الحافظ، تمر فوق مرمى الحارس هشام المجد. يعني اختار تسديد الكرة بشكل مقوس في اتجاه مرمى الحارس هشام المجد، تمر بسلامة اللقطة الأخيرة عن مرمى الحارس هشام المجد. إذا الآن قلت بعد الفرص تظهر بين الفينة والأخرى سواء من جانب الرجاء الرياضي واتحاد طنجة، لكن يمكن أن أقول أن ربع الساعة هذه في المواسم الأخيرة تبع هذه الكرة الطويلة أمامية خطيرة خطيرة خطيرة. جول 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 بين مالونكو، ماذا فعل؟ سدد كرة صاروخية لا تسد ولا ترد، يمنح الأفضلية للرجاء الرياضي في حدود الدقيقة 31. ماذا التسديدة، ماذا التسديدة وماذا القوة؟ شوف اللمسة كانت من جانب من محسن متولي، عطى الأسيست، سدد تستقر عليه من الحارس هشام المشهد. عندهم الرجاء بما انحدر، وهجوم لا يكل ولا يمل، هجوم لا يكل ولا يمل عندما يتعلق الامر بمين مالونكو. قلت لكم اتحاد طنجه مطالب ان يحتاط، مطالب ان يحتاط من هذا القناص، من هذا القناص الذي اقتنص هذا في حدود الدقيقة 31. يا السادة والسيدات، لفائدة فريق الرجاء الرياضي صبحت النتيجة 1-0. الآن سنتابع مباراة أخرى، الآن سنتابع مباراة أخرى بطريقة جميلة مع ناصر الرجاء الرياضي لمحسن متولي، يتوغل يحضرها عرضية، فرصة راسية خطيرة. جول 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 محمود بن حليب يسجل الثاني، ورسالة شكر للرجاء الرياضي الذي مدد وجدد عقده بصفقة محترمة. قلت لكم ستخدم كثيرا معنويات محمود بن حليب الذي يرد بطريقة جميلة بهدف ويهدف هدف الثاني للانسير، لكن شوف العمل كالعادة من جانب من جانب محسن متولي، عطاهم الاسيست. شوف 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 ماستر اسيست في اتجاه مشات لبين مالونكو، من الحفيد لبين مالونكو لمحسن متولي. قلت لكم والله الله على اللمسة، شوف اللمسة اللي كانت قبل هذه من محسن متولي والحفيدي عن
عندك الحفيدة وعندك متولي، فمن الطبيعي تشوف بنات الهجوم لفريق الرجاء الرياضي بهذا الشكل. اتحاد الطنطيب هدف في فريق الرجاء الرياضي بربعة ديال الأهداف، هي لي حميدة حداد ثلاثة الأهداف وسوفيا رحيمي بثلاثة ديال الأهداف، وغياب حميدة حداد ورحيمي عن مرة اليوم. قلت الرجاء بمن حضر على مستوى خط الهجوم، يعني الرجاء بمن حضر سريعة مشات لي بين مالونكو وتمكن من التمرير لعبد الله الحفيدي، فرصة خطيرة رجاوية خطيرة خطيرة. سددها في الشباك الخارجي، كونتر اتاك خطير من الرجاء الرياضي. اسم مرتدة كان بامكان تكون 3-0 في هذا الشوط الاول، كان بامكان تكون 3-0 اختبر الجمله في خط دفاع اتحاد طنجه. ماذا يحدث للدفاع وماذا يحدث لكل خطوط فريق اتحاد طنجه؟ شفنا اللي محمود بن حليب اختار زاويه ضيقه لكن قادر اسمه شوف بطريقه شميله عبد الله الحفيظي تدخل المره الاولى ثم الثانيه، عطى هنا عطى الاسيست عطى اللمسه لمحمود بن حليب يسددها في الشباك الخارجية تمر بسلامة المرة على مرمى الطريق الناشوين الآن. حاتم الوهابي سدد الوهابي محاولة طنجاوية، حضر العمروي عمروي في اتجاه من راسية عبد الغني معاوي، صراع الحكم ماذا يقول؟ يقول مواصل لاعب يعطي الامتياز، فرصة فرصة فرصة. ماذا يقول الحكم؟ ماذا يقول الحكم؟ ركلة جزاء المرة ليغداي، ركلة جزاء المرة اللي يختشف من التدخل عطى الامتياز. حسنا فعل الحكم في اللقطة الأولى عطى الامتياز، هذه اللقطة اللي من خلال اللقاء مع من شديد التطلعات والأماني والانتظارات من جانب أنصار الفريقين. اليغتي يريد أن يستغل الهدف الذي سجله في اللحظات الأخيرة من نقطة الجزاء اللي محاولة التمرير البحث عن الحلول الفردية من جانب مال من جانب أسامة زكحيل، يعطيها فرصة تمرير خطيرة 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 خطيرة. جول 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 جول، هو عريس الرشايف وعريس الليلة محمود بن حليب، هو عريس الرجاء وعريس الليلة محمود بن حليب يسجل الثنائية بعد لمسة جميلة من جانب محمود بن حليب. نشوفوا العمل في اللقطة الأخيرة يتمكن من تسجيل الهدف الثالث صبحة 3-1. قلت لكم ربما السيناريو المنتظر أن يبحث الرجاء لمغتال يغداي، ليغداي فكر هجومي لكن شوف اللي عطاها، لعبها محمود بن حليب واللي لعبها عطاها لمن؟ لماستر ماستر ماستر اسيست عبد الإله الحفيظي. وشوف روغ بهذا الشكل، راوغ بهذا الشكل، راوغ بهذا الشكل وياسر. كذلك النتيجة 1-1. شكرا لك. إذا تمشي كرة للجهة اليمنى ملعوبها لإفادة فريق الاتحاد طنجة، انبعت عن الفرصة محاولة عرضية، فرصة خطيرة خطيرة خطيرة. هي تنقل مكعاصي، هذه كرة أمامية ملعوبة العرضية، انبعت عن التسديد بين مالونكو سدد هدف أول، هذه تسديد عرضية. جول 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 جول، من أين أتيت وكيف أتيت وكيف سجلت يا بن مالونكو؟ قناص القناصين مرعب الحراس سدد من بعيد وأسكن في شباك شمال مشهد. أصبحت 4-1، أصبحت 4-1 يا بن مالونكو. هدفين محمود بن حليب هدفين، لكن اللمسة من شوف هذه روح الرجاء، وهذه لمسة الرجاء. نتحدث بما أتابع في الملعب، أنا أتحدث بما أتابع في الملعب. حضرت اليوم التيكي تاكا وحضرت اللمسة، لمسة متولي والحفيدي ولمسة خط الهجوم بتواجد محمود بن حليب وبن مالونكو. بن مالونكو يرفع حصيلته التهديفية مع الرجاء الرياضي في البطولة، 5 ديال الأهداف استقرت على يمين الحارس هشام المجد، واصبحت النتيجه 4-1 لفائده فريق الرجاء الرياضي. الرجاء الرياضي فعل سيفعلها. 74 دقيقه، هذه فيها ريحه الهدف، هذه من مكان مناسب لتهديد مرمى الحارس انس سيتي. هل تستغل من اليغتا؟ سددها جانبيه جانبيه جانبيه
جانبية غير مؤثرة من سفيان أنس المدن، واحد من انتدابات فريق اتحاد طنجة في هذا القوت في هذا الموسم. سفيان المدن والشيء يعني في هذه الفترة فترة قلت الشتوية، سفيان المدن محمد الشيبي توفيق جروت الموسم البرتغالي كارلوس فورتيس وكذلك عبد الغني معاوية.